أطلقت خدمة شباب الإبرشية البطريركية مسيرتها الثامنة لهذا العام تحت عنوان مسيرة كلمة، وهي نشاط سنوي مقدم من خدمة شباب الإبرشية البطريركية لكل شباب كنيستنا القبطية الكاثوليكية، فإن هدف المسيرة الأساسي هو تمييز الشاب لدعوته، وذلك من خلال القداسات واللقاءات والتأملات والسير على الأقدام والمرافقات الروحية وعمل المجموعات. بدأت المسيرة من القاهرة مرورا بوادي دجلة ووصولا للإسكندرية، حيث كانت الكلية الإكليريكية بالمعادي نقطة انطلاق وتجمع الشباب من أنحاء الجمهورية. وقد ترأس غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك صلاة القداس الافتتاحي للمسيرة، حيث ألقى كلمة العظة التي وصف فيها المسيرة بأنها فرصة للتجديد داخليا وخارجيا، وأضاف: بقلبكم ستكونون قلب الله الذي ينشر محبته لكل الناس بخاصة المحرومين. وفي نفس السياق اجتمع نيافة الأنبا بخوم النائب البطريركي لشؤون الإبرشية بشباب المسيرة لعمل لقاء بعنوان الكلمة حياة، حيث دار اللقاء عن الكلمة والتي هي أساس كل شيء، فالكلمة الحقيقية ليست الترند كما تتبع السوشيال ميديا، لكن الكلمة الحقيقية في الله ومن الله. ثم استكملت المسيرة برنامجها من فقراته المختلفة كالزيارات الرعوية وخبرة المكرس والاعترافات، كما شارك العديد من الآباء الكهنة في تقديم لقاءات للشباب عن كلمة الله الخالقة والمحررة والمرسلة، وذلك لمساعدة الشباب على بلوغ الأهداف التي جاءوا من أجلها، وأيضا لتمييز صوت روح الله الساكن فيهم.